سؤال فاهم ده ربحان ويديني سوكات هاي مين وارتاي فاهم ربحان كهانت دوراهان بارتا كاسمي سين يا إسكاله مسؤوليته إن أديك دخلك كصحراء أديك هذا الدولة إن دخلك دمانتي وكحراء خصنا دم ديسنة الدولة هل كان أهول كمحكمة جبر كبنادر وحجور لو كسو إلا ديجر مقلكي أفراد لجيسجا هذا السنة يا عبد الله محمد علي وكم ده هم مسؤولين الدولة فصار الكواس ولجوسه إذا فل بسوق ما سوقه يصدوا كله محمد عبد المختار وسنة كتر سنة سراكيش الدولة فصار الكسو ما عليه كنا هذا السنة بسوق ما سوق أصاهاته حفيز كان تلور كجود قرن كأوكسونا هول كان أي سؤال وحاوي دي حير لالين تيصدوا كله أبو كاتياشي دفاع أي هذا السنة ياشا بسوق ما سوق الله يستو لعكتاس بارتان كات سميسين دمان واحد كسو حروتي دولد خصنا ديدا ميديسان ما كل عضي وسؤال وحدا بس عطا هذا يسان كوة دعين انتال اللي حصدي وما سنتا سيدا وربحين تحفيز كنت اندلور قد اقران كا انكسو قرني سنة ده عشان تسنة رفصاصين توزارات الشقال الرماها بلشدة اذيق اللي قبتي وعشان انتو مليون لحبق لله ولا هو بقلي لحدا حنان كا maamulka maaliyadda ee dawladda ee loo yaqaan Somali Financial Management Information System waxaa lagu shubay $2,602,900 lacagta adeegyada la qabtay ee aan dawladdu u xaroonin waa $12,900,970 way ka hanti dhowr ahaan baaritaanka sameeyeen yaa iskale mas'uuliyadda إن أديك دخلك كصحراء أديك هذا الدولة إن دخلك دمانتي وكحراء خصنا دم دي سنة الدولة مسؤولية داس عدابة إسكالة وما سنت هاي مسؤوليات كاوحي كبلا وانا يعني قفك أغور هي فرونت لينك جوبا لما عامل هي قفك أجانب كرغزتين تشغالها أجانب تأصمين هي كدب قفك سوحا إماني سئلا لسي حساب تمو ووحو قبتل ولا حساب تمو أقاسمها واحدة يسيفو ليسا كدب أقاسمها واحدة يشغل أسعطي وحيسيه استيقسا أقاسمه قود وزارة حل قاس جوغو أسانا مسؤولية دي أغود دبيس أغوص الرئيس إسكاليه أبو كاتو هو شرع يقان شرع قوي يقان محكمة دو جوغا إذي سنو الدفاع إن محكمة دو هذا كجو جيس أوسيها الله محقو ليه maya arintaas xaquma lahan laakin waxaan codsanayna codsigaagu hadii uu yahay kab adu obligeska bixi arintisa kadib waxaad codsan codso okay wan obligeskan ka bixin laakin mahbus inta aanu qareyna mahbus difaac su'aal faafayn dheer u baahan oo ay weydiinaysa oo ka tahay imeyl war rabtay faafayn uma baahan sidii lagu weydiyay oo jawaab liiski aad ku soo qortay aniga kuma qoran waxaan waxa ka weydiinay horta inaad ogaatid baare waa wixii aad adiga soo qortay waxba kuma dalin waxna ka bedelin liiskan waa dad iyo shirkada aad ku sheegtay inay gaarayaan 907 oo loo qabtay adeeg wagbarmad liiskaas shirkadaha iyo shakhsiyaadka waxa ku jiro madaxweynaha ugu horeeya sanatarro dad ah ku jira wasaaradaha dhan oo dawladda ku jira hatta xafiiskaada ku jira maxkamadii ku jirta waxaad leedahay marka 907 liiska ku qoran ayaa ah dadkii loo adeegay ugu dambeyn gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir oo soo idleeyay xiritaanka garmaqalkan afraad ee deesanayaasha dacwadii loo heystay ayaa waxa uu sheegay in garmaqalka shanaad maxkamaddu ay soo mudeyn doonto maxkamaddu waxa ay fadhiga maanta ee maxkamadda ku idleynaysa ay ku sameysa halkan dibaa laga soo mudeyn doona qareenadana su'aalo weydiinta xafiiska anti dhowraha fadhiga soo socda insha Allah ay su'aalo weydiin doonan maxkamaddu fadhigeeda halkaas ay ku xiray محكمه انه حرد عبد القادر محمد سي بي اي هو محكمه غوبلكا برادر مقدشو كان هو بريمير ولد لعب و در صاحبك هو ادهيغه ميل كاستا كوبخي بيلشا و در هنا لاغا سو در ميل ولبا كمااملو اكونكاغا اي كاركاغا بريمير بانك لسو دغمانتا او كوماري كون هورمري نولشاده دقاله بريمير ولد